دلوقتي محطتنا هترسى في بلاد غرب آسيا، في بلاد كل ما فيها حضرة. هنشاهد فيديو للمتسابق أنس قبلان. محمد سيد الكونين، أنت لنا فجر، عليه ضياء النصر يبتسم. محمد سيد الكون، أنت لنا فجر، عليه ضياء النصر يبتسم. غدوت نورا على الدنيا، ومكرمة يحفك الخير والإحسان والكرم. عليك أنزل وحي الله يا محمد، عليك أنزل وحي الله في بلد فيها البشائر تهفو نحو الإبل. سمعنا مع بعض أنس قبلان من سوريا، نشوف أكيد رأي لجنة التحكيم، ونروح في البداية لدكتور طه عبد الوهاب. أنس صوت جميل، المخرج الصوت بس من الأنف شوية، هو تعرض لمقام اسمه الزنجران من عائلة الحجازية، فالمقام ده يقولوا يعني منه لا يستخدم كثيرا، فماسك جملة واحدة يقول عجم ويقف الحجاز: يا خير خلق الله، يا خير خلق الله. هي نفس الجملة بتكرر. كنت متخيل منه ان العيلة الحجازية معروفة في شيناز والحجاز الاصلي والحجاز كار، كان هيبقى عنده خصوبة في النغم أكثر من هذا. واضح إن عنده في نغم، إنه بيقول فرع زي ده يبقى عنده خبرة في العلم النغم، لكن هو ما أظهرش ده وقال يستعرض في فرع، ومفروض يقول الأصل الأول. يعني لو قال جنس الأصل الأول: يا خير خلق الله، وبعدين يبدأ يقول الزنجران ويقول الحجاز الأصلي، فكان هيظهر إمكانيات أكثر من كده بدل ما أسمعنا جملة صغيرة وبسيطة، إنما صوت جميل. شكرا دكتور طه عبد الوهاب. ودلوقتي هنروح للأستاذ أحمد الطلحي. حبيب روحي الأستاذ أنس، إن شاء الله رب يكرمك ويبارك فيك ويزيدك أنس يا أنس. أنا بكل صراحة يعني يأذن لي سيدي أنس رب يعطيه الصحة والعافية، الإحساس عادة لما بيوصل لما يكون الإنسان يقول شيء هو حاسة ومصدقة، فإذا كان أنا قلت كلمة وأنا مصدقها وأنا حاسسها فعلا بتبان في لغة جسدي. عندنا في ليبيا يقولوا عيون المحبة من بعيد يبانن. عيون المحبة من بعيد يبانن، تبان. يعني لو في واحد جالس ويحب من بعيد تشوف لمعة البريد المحبة عليه في عيونه. صحيح. ليش؟ لأنه هو يكمن في قلبه شيء مخزون من المحبة. فعادة المنشد لما يكون هو حاسس الكلمات كل جسد يتفاعل معها، فأني كنت أتمنى نشوف هذا التفاعل من الجسد بعد الإحساس. رب يعطيك الصحة والعافية ويزيدك أنس يا سيد أنس. يا رب. شكرا أستاذ أحمد الطلحي. أستاذ عبد الرحمن الجبرتي، أستاذ أحمد الطلحي بيقول في ليبيا عيون المحبة من بعيد يبانا. شكرا جزيلا أستاذ أحمد الطلحي، زي ما قال أستاذ أحمد عيون المحبة من بعيد بتبان. رأيك في صوت أنس؟ أنس أتوقع عنده إمكانيات أعلى من اللي قالها في الفيديو هذا. كنت ملاحظ تحرك الأنف
بكثرة في الأداء، وهذا يدل على أنه الصوت زي ما تفضل الدكتور طه طالع من الأنف، من الخيشوم، في غير الغنن طبعا، لأنه الحروف اللي فيها الغنن تطلع من الخيشوم. أتمنى له كل التوفيق إن شاء الله. شكرا أستاذ عبد الرحمن الجبرتي. أروح للمنشد الكبير من سوريا أيضا ياسين المراشلي. أنا مستغرب من أنس قبلان بارك الله فيه، بس مستغرب أنه كان لازم يغطي بشيء موزون. يعني نحن عنا بسوريا معروف أنه الموال لازم دائما نغطيه بشيء موزون، هو ما غطى بشيء موزون. أنا كنت منتظر منه الشيء الموزون لحتى أسمعه أكثر بالنسبة يعني إيقاعيا. يعني هو كمان زي ما تفضل الدكتور طه انه ما يعني كرر كثير الجمله اللحنيه وما غير بالمقامات. انا كان كمان منتظر منه انه يغير، هو طالما عم يقول زنجران فهذا المقام مو سهل، لكن كان في يعني طالما عم يقول شيء صعب لازم يقول شيء الاسهل كمان كان. فانا استغرب انه ما غير بالمقام. شكرا استاذ ياسين، شكرا جزيلا.